اليوم 9 يوم الأربعاء تم استهداف ناحية التمانعة بمروح البراميل، كما ترون هذا المروح الثاني، هذا استهداف الشعب الأعزل. السياخ هذا بيحطوا لنا يان وحديد. تم استهداف ناحية التمانعة على الشعب الأعزل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أين المسلمين؟ أين المسلمين؟ أين العالم؟ كل يوم بتدعوا بشغلة وكده بتطلعونا بموال وبتقولوا حل سلمي وحل كذا. هذا هو الحل السلمي، هذا هو على الطفل وعلى النساء، هذا الإرهاب بحد ذاته. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.